مصطفى الاصفر شو يرا ستيفانو من عام 71 يسكن في حي الشعبي وبورتال. حرق ايطاليا عام 94 من وقتها تقاطعت اخباره، بعد عائلته فهمت اللي هو في نابولي كي ولا يبعث لها برشا فلوس. كي اتصلنا بالشرطه الايطاليه فهمنا السيد هذا ولا يخدم على كامورا اللي هي من اكبر المافيات غاديك، ولا يخدم في توسكي ترافيك دروغ، يضربوا في الفلوس وياخذوا في كوميسيون على الحوانت. وحسب الانتربول زادا اللي لاكامورا واللي تضرب في اللورو اللي تخلي الاتحاد الاوروبي، وتوا بالنوفيل تكنولوجي نتاع ليزامبريمونت نيميريك الحكايه ولات سهل. المشكله تو اللي مصطفى روح لتونس وكاين هكا حل الفرع نتاع لاكامورا في تونس. اما الحاجه اللي محيرتني الراجل يضرب في الفلوس والماكينات تعرفوهم يعملوا برشا حس، ويسكن في حي شعبي دونك امبوسيبل باش يحط الماكينه هذه في دار غادي، تعرفوا غادي برشا عينين والديار لاصقين بعضهم، برشا دخول وخروج. هلا هما عنده رفده باهيه معناتها تخ بيها من صلاح حتى حد. دونك حسب فهمت هذا معاه شريك هاكا واحد بالماكينات والتكنيك والاخر باللوكال نجم يكون. والاغرب من هذا الكل اللي سي مصطفى هذايا واللي يخدم في حانوت حداد عنده 4 شهور. سهله ياسر كما قلت هيفا، حس الماكينات في حومه شعبيه يعملوا برشا حس، وهو حل حانوت حداد باش يعمل بها الراجل عنده برشا فلوس يخدم في المافيا باش يغطي بها على حس الماكينات. ايزي لاو هاكا شيء يغم شيء تتليفه. سيف اعطينا الادريس عايش خويا نبعث لكم باراديو راديو يا فهم رجب هاي 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 سيد ديسانت الولاد الو بعد غادي لف لف تباع 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 بعد غادي شدوهم لولاد شد فيسا فيسا ارمي على سقي ارمي هيا عمار جد سرق الحومة كل وزع الأولاد هيا وزعوا يا ودي مش سرق الحومة مريش حومة كل معايا عركلوا فينا اللي عملنا هكا واللي عملنا هكا يفرق الحظ ما غادي يفرق سيف سيف تعزيزات يا سيف ابعث لنا الديبوشير هم من هنا تعدوا من مشاه من هنا مشاه تعدوا هاو كهرباء ودي ما عادش تتحرك كمان معناها كي نوصلوا لراس الفتلة وقريب نشدوه تخليوه يهرب يا سي حمود المجرم هذا مخطر ياسر راهو ينقز بينا من سطح لسطح هاو يقول لك سبايدر مان يا سي حمود راهو اسمعني يا رشيد ترافيكون بتاع فلوس كيما هذا كان شديتوه راك ضربت ترقية معناها مش باش يترقى سي رشيد اسمع انت اسكت السيد هذايا راهو في حومته وصحابه الكل عاملين له كحزام الامان ما نجمناش نسيطروا عليهم شنو نعملوا لهم نطخوهم شنو نعمل لك يا رشيد نجيبوا لك لحومتك ولا لدارك باش تشدوا ماك لازم تشدوا في حومته هذه هي مسؤوليتك انت راهو نحملك المسؤوليه اي باهي تو نشوفوا خط اخرى منين بتشوف له خط اخرى تو عنده نهارين ريحته ما ثماش ذاب كي الملحه حاطين عليه العسه قدام داره في حومته بوليسيه بالكسوه بوليسيه سيفيل ريحته ما ثماش كيفاش باش نعمل اي ما ننساوش راهو ماناش نتعاملوا مع باندي نورمال ولا واحد بيع في الزاتلة راهو هذا يا ستيفانو في المافيا معناها منا الكامورا نحنا حتى حياتنا في خطرت انا خايف على سيرشيت سي حمودة عندي خبر ما يفرحش شفما زيد ستيفانو لقاوه ميت فوق سطح في سونتر فيل قلت بون مالا شديناه يا رجب كيفاش شديناه وهو مات ميت وشديناه هاي يا عم رشيد هاي هاي عمار خلينا نشوفوه كيفاش مات هاي سي حمودة ستيفانو كي مات ارتاحت منه القعمورة توا القضية ماشية وتصعاب راي برا فيزا سايس كي تطلع للسطح